لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه بورتو وزوماكي فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقيه الحكايه. الجزء اللي فات من حكايه بورتو وزوماكي شفنا قتال الفريق السابع ضد طوكيو احد افراد عصابه موجان، شفنا نجاح الفريق السابع في مهمه تهريب كوكرو ورجعهم للقريه، شفنا امير ارض النار وابنه تنتو وتدريب بورتو وتنتو على مهارات النينجا، شفنا كمان اختطاف تنتو ومحاوله بورتو انه ينقذه، شفنا قتال بورتو ضد تشوشو قائد عصابه موجان واللي كان على وشك بورتو انه يتهزم فيها ولكن وصول ساردا وميتسكي ساعده، كمان شفنا الختم الغريب اللي ظهر على بورتو واللي اول ما شافه تشوشو قال على بورتو ان هو من المنظمه، شفنا كمان تحيه ساسكو ساي مع تشوجو، اعترف تشوجو بان منظمه الكارا لها علاقه بالختم اللي على ايد بورتو، شفنا محاوله ساسكو ساي في انهم يتبعوا منظمه الكارا ولكنهم فشلوا وما قدروش يعرفوا غير انها موجوده وبس، وشفنا في النهايه زور منظمه الكارا واللي كان باين عليهم انهم بيخططوا لخطه كبيره، ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا بينا نكمل بقيه الحكايه. بعد ما عرفت ناروتو وساسكو والباقيين ان العمل اللي على ايد بورتو وراه سر كبير، بيروح ساسكو لبورتو وبيديله جوانتي وبيقوله ان يلبس الجوانتي دوت عشان يداري العلامه اللي على ايديه لان العلامه اللي على ايديه بتلفت الانتباه، ورغم ان بورتو كان متردد الا ان هو اخد الجوانتي ولبسه عشان يداري العلامه، وبيروح بعد كده بورتو وبياخد مهمه مع الفريق السابع، وكانت المهمه انهم يدوروا على شخص اختفى فجاه في ارض الواديين، وبيقول ان همروا المشرفه المهمات انهم ما يعرفوش اي حاجه عن ارض الواديين وما يعرفوش حتى ازاي يوصلوا لها، بتقول لهم المشرفه انها عارفه عشان كده هيتم دعمهم بالمعلم موغينو، وبيكون موغينو هو صديق كينامارو في الطفوله وبيفرح كينامارو جدا اول ما بيشوفه، وبعد ما بيعرف كينامارو موغينو على اعضاء الفريق السابع بيبداوا انهم يتحركوا وبيفضلوا ماشيين طريق طويل جدا لحد ما اخيرا بيوصلوا لارض الواديين، واول ما بيوصلوا هناك بيقابلوا بنت اسمها مايا وبتكون هي اللي طالباهم عشان يجي يدوروا معاها الشخص المفقود، تاخد مايا كينامارو والباقيين وبتبدا تحكلهم هي ليه طلبت دعم شنوبي من قريه الورق، وبتقول لهم انها طلبت دعم لان الشخص المفقود هو جوزها، وبتقول لهم ان من فتره تم تاسيس شركه في ارض الواديين للمعدات الطبيه وان جوزها اناتو كان احد الباحثين في مختبر الشركه، ان في يوم طلع رحله بحثيه مع احد الباحثين في الشركه وبقاله اكتر من شهر ولسه ما رجعش لحد دلوقتي، انها ما تعرفش نوع الرحله البحثيه اللي راحها ولا تعرف حتى الشركه بتدرس انهي معدات طبيه لان الشركه عندها سريه كبيره جدا وما بتقولش لاي حد على اي معلومه، انها حاولت كذا مره انها تسال الشركه على جوزها ولكن الشركه ما كانتش بتقولها غير انهم هيدوروا عليه وان هي بقالها فتره كبيره جدا ما شافتش جوزها وانهم هيساعدوها عشان يقدروا انهم يلاقوه، فبيقول لها بورتو انها ما تقلقش وانهم هيساعدوها لحد ما يلاقوا جوزها اناتو، وبعد كده بتاخد مايا الفريق السابع لمقر الشركه عشان يحققوا في الموضوع، بيدخل بورتو والباقيين وبيسال مغينو الموظفه هي الشركه بتشتغل على انهي ابحاث طبيه، فبتقول لهم الموظفه ان الشركه دي تم تاسيسها من السيد فيكتور وانها بتعمل على تطوير الادويه والمعدات الطبيه، وبتسال مايا الموظفه عن جوزها لان لحد دلوقتي لسه ما رجعش، فبتقول لها الموظفه انهم بعتوا فريق بحث عشان يدوروا على جوزها وكل الاشخاص اللي كانوا معاه واول ما يلاقوها هيقولوا لها، فبتحاول مايا انها تعرف مكان فريق البحث ولكن الموظفه بتقول لها انها مش هتقدر انها تقول لها لانها ما تعرفش مكانه اصلا، فبتتضايق مايا وبتكون هتتخانق مع الموظفه وبيبدا بورتو والباقيين انهم يهدوه عشان ما تتخانقش معاها، وبيستغل ميتسك ان الموظفه مش واخده بالها وبيستخدم احد التعبين بتاعته وبيبص على الشاشه اللي كانت بص عليها الموظفه، وبيعرف ميتسك مكان الباحثين اللي قالت عنهم الموظفه وانها كانت بتكذب لما قالت انها مش عارفه مكانهم، وبعد كده بيخرجوا كلهم بره مقر الشركه وتقول الموظفه للفريق السابع انها اسفه ولكن مش هتقدر انها تساعدهم زي ما هم عايزين، وبتمشي الموظفه وبيقعد الفريق السابع مع موغينو يفكروا هيعملوا ايه، وبيقول ميتسك على كل اللي شافه في الشاشه وان الموظفه بتكذب عليهم وان هو عارف مكان الباحثين اللي هي قالت عليهم، فبيقرر كينامارو انهم يتوجهوا لمكان الباحثين ويراقبوهم يمكن يعرفوا اي حاجه عن اناتو، وبيسيب الفريق السابع مايا وبيقولوا لها انهم هيطوروا الامر وبيبداوا انهم يتحركوا لحد ما يوصلوا المكان اللي قال عليه ميتسكي، وبيتفرقوا في المكان عشان يدوروا على اي حاجه ولكن بيتم محاصرتهم من اشخاص بيستخدموا ادوات النينجا الطبيه، وبيظهر في الوقت دوت فيكتور وبيامر اللي بيستخدموا ادوات النينجا الطبيه انهم يوقفوا اللي بيعملوه، وبيقعد فيكتور مع الفريق السابع وبيقول لهم ان هو جاي هنا مع الباحثين بتوعه عشان يدوروا على الباحثين اللي اختفوا، بيسال كينامارو ومغينو فيكتور هو ايه التحديثات اللي بتشتغل عليه شركته في الفتره اللي فاتت، فبيقول لهم فيكتور ان هو بيشتغل على دواء جديد يخلي اعضاء الجسم ترجع زي ما كانت، بمعنى ان اي شخص هيفقد ايده او رجله يقدر انه يرجعها زي ما كانت عن طريق عمليه التجديد، وان العمليه ديت معقده جدا عشان كده هو بيدور على الموارد الاساسيه اللي هيقدر يعملها منها، وان هو لازم يلاقي فريق البحث بتاعه اللي اتفقد عشان يكمل الخطه بتاعته، فبيعرض كينامارو على فيكتور ان هم ينضموا ليه في البحث عشان يقدروا انهم يلاقوا اناتو، فبيوافق فيكتور وبيقول لهم على الاماكن اللي هو دور فيها كلها وبيقول لهم ان في الاماكن ديت لقى كل الباحثين الا اناتو هو الوحيد اللي ما لقاهوش، فبيدي بورتو لفيكتور ورقه ادتها له ميه واللي بيكون مكتوب فيها كل الاماكن اللي بيروحها اناتو بيكون زعلان، وبيقول فيكتور ان هو دور في كل المكان الا مكان واحد بس، وبيستعدوا كلهم وبيروحوا للمكان اللي لسه ما دوروش فيه وبيبداوا انهم يدوروا على اناتو، وبيدخلوا كهف وبيفضلوا يدوروا فيه لحد ما بيلاقوا قدامهم اغصان شجر كتير، وبيفضلوا ماشيين ورا اغصان الشجر لحد ما بيشوفوا شخص غريب وبيكون باين عليه انه متسيطر عليه من حاجه، واول ما بيشوف بورتو الشخص دوت بيعرف ان هو اناتو زوج مايا، وبيقول بورتو لاناتو ان هم جيوا هنا عشان ياخدوه معاهم ويرجعوه لمايا، ولكن اناتو ما بيسمعش لبورتو لان في حاجه مسيطره عليه وبيحاولوا ان يهاجم بورتو، ولكن موغينو بيتصدى للضربه بتاعت اناتو
اتجاهاته وبيبقى مصدوم من شكل ايناتو اللي شكله غريب جدا وكأنه مش بشري. فبيحاول ايناتو انه يهاجم بورتو والباقيين، فبيقول بوغينو ان هم لازم يوقفوه دلوقتي قبل ما يأذي حد، ولكن بورتو بيعترضه بيقول ان مهمتهم ان هم يحموا ايناتو ومش انهم يهاجموه. فبيتفق كنهامورو مع بورتو وبيقول ان هم يجربوا عليه تقنيه ختم عشان يقدروا انهم يوقفوه مكانه، وبيستخدم بورتو وكنهامورو تقنيه الختم، ولكن ايناتو بيقدر انه يتحرر من تقنيه الختم بكل سهوله وبيحاول انه يهاجمهم، وبيحاول ميتسكي انه يمسك ايناتو باستخدام الافاعي بتاعته ويخلي الافعى تقرصه، ولكن ايناتو بيقدر انه يتحرر من الافاعي بكل سهوله وبيبدا انه يخرج عن السيطره. وقبل ما بيهاجم ايناتو اي حد بيتدخل الباحثين بتوع فيكتور وبيهاجموا ايناتو باستخدام اسلوب البر، وبيفضلوا يضربوا على ايناتو باستخدام اسلوب البر لحد ما ايناتو بيغموا عليه. وبيقول فيكتور للباحثين بتوعه انهم يقيدوا ايناتو وياخدوه للمختبر عشان يعالجوه، وبيعترض كنهامارو وبيقول ان مهمه حمايه ايناتو هي مهمتهم، ولكن فيكتور بيقول لكنهامارو ان هو بدا البحث قبلهم عن ايناتو وان هو كمان احد الباحثين بتوعه وان هو كمان قدر يقبض عليه وان هو ليه الحق عنهم ان هو ياخد ايناتو ويرجعه للمختبر بتاعه. فبيعرف كنهامارو ان هو ملهوش حق انه يدافع عن فيكتور او يتصرف معاه، فبيقول الفريق السابع بتاعه ان هم يرجعوا للقريه، وبيقول لهم ان كده يعتبر تم انقاذ ايناتو وان المهمه بتاعتهم انتهت، ولكن بورتو بيعترض وبيقول ان المهمه لسه ما انتهتش بما ان ايناتو لسه ما رجعش لطبيعته. فبيقول له كنهامارو ان مهمتهم انتهت وان فيكتور هيتصرف مع ايناتو وهيديله علاج ويخليه يرجع لطبيعته. وبيمشي فيكتور وبيقعد ميتسكي وسارادا وبورتو وبيكونوا متضايقين جدا لان المهمه بتاعتهم اتلغت بسهوله ديت. واثناء ما هم قاعدين بيبدا ميتسك انه يحس باعراض غريبه وبيبدا انه يزعل على جسمه حاجات غريبه. بيقول بورتو ان هم لازم ياخدوا ميتسك للطبيب فورا والا هيحصل له حاجه. فبيقول كنهامارو ان هم عقبال ما يرجعوا القريه ويودوا ميتسك للطبيب هيكون فات الاوان، ولكن موغينو بيقول لهم ان هو يعرف طبيبه موجوده قريبه من المكان، وبياخدهم كلهم وبيبداوا انهم يتحركوا عشان يوصلوا للطبيبه ديت. وفي نفس الوقت بيكون فيكتور بيتكلم مع احد الاطباء بتوعه في المختبر، وبيقول الطبيب لفيكتور ان العينه اللي طلعوها من جسم ايناتو ملهاش اي لازمه، انهم لازم يلاقوا العينه الحقيقيه اللي كانت معاهم لان ديت هي اللي هتعمل اللي هم عايزينه. فبيتضايق فيكتور جدا وبيقول للطبيب ان هم يقتلوا ايناتو بما انه مبقاش ليه لازمه. ومن الناحيه الثانيه بيكون موغينو وصل بورتو والباقيين للمكان اللي قال لهم عليه، وبيخبط موغينو على الباب وبتطلع لهم الطبيبه اللي قال لهم عليها واللي بيكون اسمها يوبينا، وبيكون باين على يوبينا انها غريبه اطوار، ولكن موغينو بيقول انها طبيبه ماهره جدا. وبيدخلوا جوه وبتبدا يوبينا انها تفحص ميتسكي، وبتكتشف ان في جسم غريب اخترق جسمه، وبتقول يوبينا انها لازم تستخرج الجسم دوت من جسم ميتسكي والا ميتسكي كده هيموت. وبيخرجوا كلهم بره وبتبدا يوبينو في العمليه وبتكون سارادا بتساعدها. تقدر يوبينو بعد فتره من استخدامها للمهارات الطبيه انها تستخرج الجسم الغريب اللي كان جوه جسم ميتسكي. يدخل بورتو والباقيين عشان يطمنوا على ميتسكي وتوريهم يوبينو الجسم الغريب اللي لقيته جوه جسم ميتسكي واللي بيكون عباره عن عنصر الخشب، واللي اول ما بيشوفه كنهامارو ومغينو بيتصدموا صدمه كبيره جدا. بيقول كنهامارو ان عنصر الخشب نادر جدا وان مستحيل اي حد يستخدمه غير الهوكيجي الاول هاشيراما. بيقول ميتسكي ان هو حس بالاعراض ديت بعد ما هاجم ايناتو وحاول انه يعضه بالافعى بتاعته. وبيستنتج كنهامارو ومغينو ان ايناتو كان شكله غريب ومرعب لان كان جوه جسمه بعض من خلايا هاشيراما، ولكن بيستغربوا لان ميتسكي ما حصلهوش زي ما حصل لايناتو وما تحولش زيه. فبتقول لهم يوبينا ان الجهاز المناعي بتاع ميتسكي قوي جدا وان هو انسان استثنائي دوت اللي خلى ميتسكي يحس بس باعراض الالم وما يتحولش زي ما تحول ايناتو. وبتاخد يوبينا كنهامارو والباقيين لمكان سري موجود في المعمل الطبي بتاعها، وبتوريهم يوبينا بنت عندها نفس الاعراض اللي كانت عند ايناتو ولكن نايمه بطريقه غريبه جدا. وبتقول يوبينا انها استخدمت عليها تقنيه الثبات التام عشان تخليها نايمه لفتره كبيره لحد ما تقدر انها تلاقي لها علاج. ويخرجوا بعد كده كلهم بره وبتطلب يوبينا من ميتسكي ان هو يفضل معاها في المختبر الطبي عشان يقدروا انهم يعالجوا البنت ديت عن طريق الخلايا بتاعته، لان خلايا ميتسكي والمناعه بتاعته قدرت انها تقاوم عنصر الخشب، انها تطلع من المناعه بتاعت ميتسكي والخلايا بتاعته اجسام مضاده تقدر انها تعالج بيها البنت ديت. وبيوافق ميتسكي انه يفضل معاها، وبيقول كنهامارو ان مهمتهم دلوقتي اتغيرت لانهم هيبداوا انهم يدوروا على خلايا هاشيراما اللي خلت ايناتو يتحول لشكل مرعب وكمان عصابه ميتسكي. وبتقول يوبينا ان حوالي من 3 ايام كان في اشخاص بيتكلموا عن بضاعه غاليه جدا هتتباع في السوق السوداء، وحسب الكلام اللي هما بيقولوه فان البضاعه الغاليه ديت اكيد هي خلايا هاشيراما. وبيقول بورتو دلوقتي انهم لازم يروحوا السوق السوداء ويرجعوا خلايا هاشيراما قبل ما تاذي اي حد تاني. وبيقول كنهامارو ان الامر مش سهل لان السوق السوداء اللي موجوده هنا هي في ارض الصمت، وان ارض الصمت تعتبر ارض بعيد الشنوبي وبعيد القرى العظمى وفيها كل المجرمين اللي تخطر على بالك. وبيقول موغينو ان الموضوع هيزداد تعقيد وخطوره بعد ما يلاقوا الشخص اللي معاه خلايا هاشيراما، لان هو اكيد مش عايز الخلايا عشان يعمل بيها حاجه عاديه. ويتحرك بعد كده كنهامارو ومغينو مع بورتو وسارادا عشان يتوجهوا لارض الصمت. وقبل ما بيوصلوا لارض الصمت بيقول كنهامارو ان هم هيثيروا الشكوك ولو فضلوا لابسين عصابات النينجا، فعلشان كده لازم ان هم يقلعوها عشان ما يثيروش الشكوك. بيقلعوا كلهم عصابات النينجا وبيفضلوا يتحركوا لحد ما بيوصلوا لارض الصمت. واول ما بيوصلوا هناك بيكون بورتو مستغرب من كل حاجه بيشوفها حواليه، وبيفضلوا ماشيين كلهم لحد ما بيوصلوا قدام باب محل. وبيقول كنهامارو ان المكان دوت هو اللي هيلاقوا فيه معلومات عن خلايا هاشيراما، وبيقول لهم ان هو بعت تقرير لفريق الامبو اللي موجود في القريه عشان يعرف كل معلومات عن ارض الصمت.
بيقول لهم ان حسب المعلومات اللي معاه فان الشخص اللي جوه دوت شخص مشبوه جدا ويعرف كل الصفقات اللي بتتم في ارض الصمت، وبيدخلوا كلهم المحل وبيقابلوا صاحب المحل وبيسالوا كون عمره وبيقولوا ان هم بيدوروا على حاجه سمينه جدا وانهم عايزين يسالوا اذا كان في صفقه كبيره بتتم هنا. فبيتضايق صاحب المحل لانهم مش جايين يشتروا حاجه وجايين يعرفوا معلومات، وبيحاولوا انه يطردهم بره، لكن بورتو بيقدر انه يعدي من الباب الالي قبل ما يتقفل عليهم ويثبت صاحب المحل. فبيخاف صاحب المحل جدا وبيفتح الباب الالي، بيسال كون عمره صاحب المحل اذا كان يعرف اي حاجه عن خلايا هاشيراما. فبيقول لهم صاحب المحل ان هو يعرف ان في شخص جه من يومين وكان معاه الكارت دوت، وبيشوف كون عمره الكارت وبيعرف ان الشخص دوت شغال في الشركه بتاعت فيكتور. وبيقول لهم صاحب المحل ان هو ما يعرفش شكل الشخص الحقيقي ولا يعرف هو مخبي خلايا هاشيراما فين، ولكن كل اللي يعرفه ان هو سمع ان في اشاعه بتقول ان في سيده غنيه جدا هتعمل صفقه كبيره جدا، وبما ان خلايا هاشيراما اغلى حاجه موجوده دلوقتي فاكيد الصفقه ديت هتتم على خلايا هاشيراما، وانهم يحاولوا يدوروا في مكان موجود فيه نساء كتير يمكن يعرفوا اي معلومات عن اللي هم عايزين يعرفوها. وبيروحوا كون عمره والباقيين عشان يدوروا على مكان فيه نساء وما بيكونش قدامهم غير الحانه، وبيدخلوا كلهم الحانه عشان يعرفوا اي معلومات، وبيشوفوا هناك شخص غريب متلم حواليه السيدات، واول ما بيشوف ميغينو الشخص دوت بيقولوا ان هو يعرفه، وبيقول ميغينو ان الشخص دوت اسمه كوريساكي وان هو كان احد الاطباء في ارض النار، ولكن هرب من ارض النار بعد ما عمل حادثه كبيره باستخدام المهارات الطبيه، وان هو متفاجئ جدا ان هو يلاقي شخص زيه موجود في المكان دوت. فبيقول كون عمره ان اكيد الحادثه الطبيه اللي حصلت ديت ليها علاقه بخلايا هاشيراما، وبيقول بورتو ان هو عنده خطه يقدر يستوجب بها كوريساكي، وبيستخدم بورتو التقنيه المنحرفه وبيتحول لشكل بنت وبيروح لكوريساكي وبيفضل يعمل عليه ان هو بنت غلبانه وعايزه تقعد معاه، وبيعجب كوريساكي بشكل بورتو في هيئه بنت وبيطرد كل البنات اللي كانوا قاعدين جنبه وبيخلي بورتو يقعد جنبه، وبيفضل بورتو يتكلم مع كوريساكي ويغريه اكتر. بيسال بورتو كوريساكي هي ايه الشنطه اللي معاه ديت، فبيقوله كوريساكي ان هو مش هيقول له دلوقتي، وبياخد كوريساكي بورتو اللي في هيئه بنت وبيطلعوا يتمشوا هما الاثنين عشان يبقوا لوحدهم، واثناء ما هما ماشيين هما الاثنين بيظهر ولد صغير وبيسرق الشنطه اللي كانت مع كوريساكي وبيطلع يجري، وبيطلع كوريساكي يجري وراه عشان ياخد منه الشنطه، وبيفضل كوريساكي يجري ورا الولد الصغير لحد ما بيقدر انه يمسكه، بيكون كوريساكي على وشك انه يضرب الولد لانه ياخد الشنطه بتاعته، ولكن بورتو بيوقفه، وبيرجع بورتو لهيئته الحقيقيه، واول ما بيشوفه كوريساكي بيعرف ان هو كان بيخدعه وبيحاول انه يهاجمه، ولكن بورتو بيقدر انه يتفادى ضرباته ويستخدم اسلوب الرياح ويضرب بيه كوريساكي ويخليه يغمى عليه. وبيجي في الوقت دوت كون عمره والباقيين وبياخدوا كلهم كوريساكي وبيقيدوه في شجره وبيبداوا ان هم يستجوبوه، وبيقول كون عمره ان هو اتفقد الحقيبه بتاعت كوريساكي وملهاش فيها غير المشروبات بس، وبيسال موغينو كوريساكي وبيقول له ان هو سمع وهو بيتكلم مع البنات اللي كانوا قاعدين قبل بورتو معاه، وبيقول لهم ان هو هيقبض فلوس كتير الايام اللي جايه، وان هو يقول لهم كل حاجه يعرفها عن صفقه خلايا هاشيراما، ويقول لهم كمان هو ليه موجود في ارض الصمت. بيقول لهم كوريساكي ان هو ما يعرفش اي حاجه عن خلايا هاشيراما، وكل اللي يعرفه ان هو تم استدعائه هنا عشان يعمل عمليه، ان هو عارف ان الشخص اللي استدعاه هو اللي معاه خلايا هاشيراما، ولكن ما يعرفش شكله ولا يعرف اي حاجه عنه، وكل اللي يعرفه ان هم هيتقابلوا النهارده عند الجسر. بيقول لهم ان هو دوت كل اللي يعرفه وان هم هيسيبوه دلوقتي يمشي، ولكن كان هامارو بيقول له ان هم اسفين ولكن مش هيخلوه يمشي. بيربط كان هامارو كوريساكي وبيقعدوا بعد كده كلهم مع بعض وبيفضلوا يفكروا في خطه. بيقول كان هامارو ان هو يستخدم تقنيه التحول ويتحول لشكل كوريساكي علشان يقابل الشخص اللي معاه خلايا هاشيراما عند الجسر ويعرف منه كل حاجه، وان هو ياخد بورتو على اساس ان هو التابع بتاعه، وان موغين وسارد هيكونوا بيراقبوا المكان من بعيد، وبيوافقوا كلهم على الخطه وبيبداوا في تنفيذها. وبيروح كان هامارو ومعاه بورتو وهو متحول على شكل كوريساكي، وبيكون موغين وسارد بيراقبوهم من بعيد. بيجي الشخص اللي معاه خلايا هاشيراما وبيكلم كان هامارو على اساس ان هو كوريساكي، بيساله هو مين الشخص اللي معاه دوت، فبيقوله كان هامارو ان دوت المساعد بتاعه، وبيقلع الشخص اللي معاه خلايا هاشيراما القناع اللي كان لابسه، وبيقول لهم ان هو كبير الخدم بتاع الموكله اللي هتعمل العمليه، ان هو جه هنا عشان يستقبلهم ويوديهم للسيده بتاعته اللي هتعمل العمليه بخلايا هاشيراما، وبيقول كبير الخدم ان هو قبل ما يعملوا اي حاجه لازم يتاكد الاول ان هو كوريساكي الحقيقي، وبياخد كبير الخدم احد الحقن اللي فيها خلايا هاشيراما وبيبدا جسمه يتحول زي ما كان جسم ايناتو بيتحول، وبيقول كبير الخدم لكن هامارو اذا كان هو كوريساكي الحقيقي فينقذه قبل ما يموت، وبيتصدم كان هامارو وبورتو مبيبقاش عارفين يعملوا ايه لان دليلهم الوحيد هيموت، وبيقول موغينو ان هم لازم ينقذوه لان هم لو ما نقذوش مش هيعرفوا مكان خلايا هاشيراما، وبيطلع كان هامارو احد المضادات اللي اخدها من المناعه بتاعت ميتسكي، وبيدي كان هامارو الحقنه لكبير الخدم، واول ما بياخدها بيبدا جسمه انه يرجع لطبيعته، وبيستخبى سارده وموغينو وبيفوق كبير الخدم وبيقول لكان هامارو ان هو اتاكد دلوقتي ان هو كوريساكي الحقيقي، ان هو هيقول على تفاصيل العمليه كلها، وبيقول كبير الخدم ان السيده بتاعته السيده ساكويا هي اللي هتعمل العمليه بخلايا هاشيراما، وانها هتستخدم خلايا هاشيراما في انها ترجع شبابها من تاني، وبيقول كان هامارو ان هو يقدر يعمل العمليه ولكن لازم ياخدهم الاول للمكان اللي موجود فيه السيده بتاعته، فبيقول كبير الخدم لكن هامارو ان هو ياخدهم للمكان اللي موجود فيه السيده بتاعته قصر فشوش، واللي يعتبر قصر محصن جدا وقوي جدا وما بيقدرش اي مجرم انه يخشه، لان القصر مليان بالفخاخ ومحطوط عليه حاجز بيمنع اي مجرم من ارض الصمت انه يدخل القصر، وانهم لو حاولوا يدخلوا القصر لوحدهم هيموتوا وان هو الوحيد اللي يقدر يدخلهم. فبيقول كان هامارو كبير الخدم ان هو مستعدين، وبياخد كبير الخدم كان هامارو وبورتو وبيبداوا انهم يتحركوا عشان يوصلوا للقصر، وبيبدا موغينو وسارد يتحركوا ولكن هامارو وبورتو هم كمان. بعد ما بيمشي كلهم من المكان بنشوف ان هم كانوا متراقبين من قبل اربع اشخاص، واللي بيتضح انهم اللي كانوا متشكين على شكل البنات وبيحاولوا انهم يعرفوا المعلومات من كوريساكي. الناحيه الثانيه
بيكون كبير الخدم اخد كنهامارو بورتو للقصر اللي موجود فيه السيده بتاعته، وبيقدر كبير الخدم انه يستخدم تعويذه ويفتح باب القصر، وبيدخل كنهامارو بورتو مع كبير الخدم، ولكن ما بيقدرش مغين وسارد انهم يدخلوا، وبيفضلوا قاعدين بره مستنيين ان كنهامارو يخرج، وبيفضل كنهامارو مع بورتو ماشيين مع كبير الخدم لحد ما بيدخلوا اوضه. اول ما بيدخلوا الاوضه ديت بتظهر سلاسل حديديه من تحت الارض وبتقيد بورتو، وبيستغرب كنهامارو جدا من اللي حصل، وبيقول كبير الخدم لكنهامارو ان هو مش هيخليه يعمل العمليه كده بسهوله، بما ان هو كيريساكي الحقيقي لازم ان هو يعمل العمليه الاول على بورتو، لان هو مش هيخليه يعمل العمليه الاول على السيده بتاعته الا لما يتاكد ان العمليه هتنجح. ويقول كنهامارو لكبير الخدم ان هو كيريساكي الحقيقي وان هو كمان هيقدر يعمل العمليه ديت، لكن لازم قبل ما يعمل العمليه لازم يجيب له مشروب من اروع المشروبات اللي موجوده هنا. بيروح كبير الخدم عشان يجيب مشروب لكنهامارو، وبيقول كنهامارو لبورتو ان هو يتحرك دلوقتي ويدور على الخلايا هاشيراما، هو يفضل يعطل كبير الخدم هو والنسخه بتاعته لحد ما يجيب الخلايا ويرجع. بيمشي بورتو وبيتضح ان اللي متسلسله بالسلاسل ديت هي نسخه بورتو مش بورتو الحقيقي، وبيفضل بورتو ماشي في الممرات لحد ما بيقدر انه يوصل للغرفه بتاعت ساكويا، وبيقدر بورتو انه يضرب الحراس اللي حارسين الغرفه ويتسلل لجوه الغرفه، وبيلاقي بورتو ان ساكويا قاعده على الكرسي بتاعها ولكن نايمه، فبيحاول انه يتسلل من جنبها عشان ياخد خلايا هاشيراما، ولكن بيلاقي ان ساكويا فجاه وقعت على الارض ومطعونه بكوناي في ظهرها، وبيتصدم بورتو وبيعرف ان في حد موجود هنا، وبيحاولوا ان يهاجموا عن طريق الكوناي بتاعته، ولكن بيتصدى لها الشخص الغريب، وبيظهر شخصين من الاربعه اللي كانوا بيراقبوهم، واول ما بيشوفهم بورتو بيعرف ان هم الاشخاص اللي كانوا متنكرين على شكل بنات وبيحاولوا انهم يخدعوا كيريساكي. من الناحيه الثانيه عند كنهامارو بيظهر احد الاشخاص وبيقول لكبير الخدم ان ساكويا اتعرضت لهجوم من شنوبي قريه الورق، فبيجري كبير الخدم ناحيه الاوضه بتاعت ساكويا عشان يطمن عليها، بيرجع كنهامارو لهيئته الطبيعيه وبيبدا انه يتحرك عشان يروح لبورتو. من الناحيه الثانيه عند بورتو بيجي الشخص الثالث وبيقول للشخصين الثانيين ان هو قال لكل في القصر ان ساكويا اتعرضت لهجوم من شنوبي قريه الورق، وبيتعصب بورتو وبيسال الثلاث اشخاص عن خلايا هاشيراما، فبيقولوا ان خلايا هاشيراما معاهم ومش هيديها له، وبيمشي الثلاث اشخاص وبيجي كبير الخدم وبيشوف بورتو واقف ومعاه كوناي وبيشوف ان ساكويا ماتت، فبيستنتج كبير الخدم ان بورتو هو اللي قتل ساكويا وبيضرب جرس الانذار في القصر، وبيقول كبير الخدم لكل الحراس اللي في القصر ان ساكويا ماتت وان اللي قتلهم مشنوبي قريه الورق، واثناء ما كبير الخدم بيبلغ كل الاشخاص اللي في القصر بيتم مهاجمتهم من الثلاث اشخاص وبيموت هو كمان، وبيمشي الثلاث اشخاص وبيسيبوا بورتو وبيجي كنهامارو وبيسال بورتو هو ايه اللي حصل، فبيقول له بورتو على كل اللي حصل معايا وان ساكويا ماتت وكبير الخدم مات وان خلايا هاشيراما مش معاهم، وفي نفس الوقت بيكون واحد من الثلاث اشخاص اللي سرقوا خلايا هاشيراما قتل الكائن اللي بيتحكم في الحاجز اللي حوالين القصر علشان يخلي الحاجز يختفي من حوالين القصر وكل اللصوص تدخل للقصر، في نفس الوقت بيكون الشخصين التانيين بداوا انهم يتحركوا في ارض الصمت ويقولوا ان شنوبي قريه الورق قتلوا ساكويا، من اللي هيقدر انه يقبض على شنوبي قريه الورق هياخد جايزه كبيره من كبير الخدم، بيبدا كل الناس اللي في ارض الصمت انهم يتوجهوا للقصر بتاع ساكويا وبيحاصروه من بره ومن جوه، وبيكون كنهامارو بورتو قاعدين جوه القصر ومش عارفين يعملوا ايه، وبيقول كنهامارو بورتو ان الحل الوحيد دلوقتي انهم يهربوا، وبيبدا كنهامارو بورتو انهم يهربوا من كل المدينه ويحاولوا انهم يستخبوا، وبيقدر فعلا كنهامارو بورتو انهم يهربوا، وبيجي مغين وسارد وبيسالوهم هو ايه اللي حصل، فبيقول لهم بورتو على كل اللي حصل معاهم، فبيقول مغين انهم دلوقتي لازم يدوروا على الاشخاص اللي اخدوا خلايا هاشيراما قبل ما يهربوا، وبيقول كنهامارو انهم لازم يتفرعوا عشان يشتتوا الناس اللي موجوده في القريه وما يبقاش كلهم في مكان واحد، وبيتفرعوا وبيمشي كنهامارو مع سارد وبيمشي بورتو مع مغينو، وبيفضل كنهامارو وسارد يحاولوا انهم يهربوا من الاشخاص اللي بيجروا وراهم ويحاولوا انهم يخرجوا من ارض الصمت، وبيكون مغينو وبورتو بيحاولوا انهم يهربوا ولكن في بعض الاشخاص بيفضلوا يطردوهم، فبيفضل مغينو وبورتو يجروا منهم لحد ما بيضللوهم، وبيقول مغينو لبورتو انهم لازم يحطوا خطه عشان يقدروا انهم يخرجوا من ارض الصمت، فبيقول بورتو لمغينو ان هو عنده خطه وبياخد مغينو وبيبداوا انهم يتحركوا، وفي نفس الوقت بيكون كنهامارو وسارد اتحاصروا من اشخاص كتير جدا في ارض الصمت وبيكونش قدامهم حل غير انهم يبداوا القتال ضدهم، ولكن قبل ما بيقاتل كنهامارو وسارد اي حد بيظهر بورتو وراكب منطاد وبيهدف الحبل بتاع المنطاد لكنهامارو وسارد وبينقذهم قبل ما يهاجموهم الاشخاص، وبيقول مغينو لكنهامارو وسارد انهم قدروا انهم يستولوا على احد المنطادات اللي موجوده هنا وانهم هيستخدموا المنطاد دوت عشان يقدروا انهم يخرجوا من ارض الصمت، وبيبداوا فعلا انهم يستخدموا المنطاد عشان يخرجوا من ارض الصمت، ولكن اهل ارض الصمت بيبداوا انهم يهاجموهم عن طريق كوناي المتفجره، تبدا النار انها تشتعل في المنطاد وبيكون على وشك انه ينفجر، فبينط كنهامارو والباقيين من المنطاد قبل ما ينفجر بيهم، واول ما بينزلوا من المنطاد بيلاقوا نفسهم انهم متحاصرين من كل اهل ارض الصمت، وبيكون مفيش حل قدام كنهامارو ومغينو والفريق السابع غير انهم يواجهوا الناس ديت لان مفيش مكان للهرب، وقبل ما بيبدا بورتو القتال ضد اهل ارض الصمت بيلاقي ان في طفل غريب ظهر من احد البلاعات وبيقول لبورتو ان هو يجي فورا دلوقتي، بيستخدم بورتو والباقيين القنابل الدخانيه وبيهربوا عن طريق البلاعات مع الولد الصغير، وبيتضح ان الولد الصغير دوت هو اللي حاول انه يسرق الشنطه من كيريساكي، وبيسال بورتو الولد الصغير هو ليه بيساعدهم وهو لسه اصلا، فبيقول الولد الصغير ان هو بيساعدهم لان هم قدموا له خدمه كبيره جدا، وبياخد الولد الصغير اللي بيتضح ان اسمه كاتارو بورتو والباقيين للبيت بتاعه اللي موجود تحت الارض، واول ما بيوصل بورتو والباقيين فبيلاقوا انه ميتسكي هناك ومعاه بنت صغيره، وبيقول كاتارو ان هو ساعدهم لان ميتسكي ساعد اخته الصغيره عن طريق الخلايا بتاعته وخلاها تخف من خلايا الشرامة اللي كانت موجوده جوه جسمها، وبيتضح ان البنت الصغيره ديت هي اللي كانت موجوده عند يوبينا في العياده وقدرت ميتسكي انه يساعدها عن طريق خلايا المناعه بتاعته، وبيقعد بعد كده كنهامارو ومغينو والفريق السابع وبيبداوا انهم يفكروا ازاي يقبضوا على الاشخاص اللي سرقوا خلايا هاشيراما، واثناء ما هما بيتكلموا بيقطعهم كتارو وبيقول لهم ان هو
شاف الاشخاص اللي هم خسرين خلايا هشرامه بيهربوا بره القريه ومتوجهين ناحيه الحدود، وان هو يساعدهم ويطلعهم من ارض الصمت عن طريق المواسير الموجوده في البلاعات، وبياخد كتارو كنعمارو الباقيين وبيقدر فعلا ان هو يطلعهم من بره ارض الصمت، وبيشكر كنعمارو كتارو جدا لان هو ساعدهم، فبيقولهم كتارو ان ديت اقل حاجه يعملها بما انهم انقذوا اخته الصغيره، وبيمشي كتارو وبيقعد كنعمارو وبيقول للفريق السابع ان هم دلوقتي لازم يبحثوا عن الاشخاص اللي ساروا خلايا هشرامه باسرع وقت، وانهم عشان يعملوا كده لازم انهم يتفرقوا في كل حته، وبيبداوا كلهم انهم يتحركوا عشان يدوروا على الاشخاص اللي ساروا خلايا هشرامه، ويكون بورتو وميتسكي وساردا بيدوروا، وبيظهر قدامهم شنوبي من قريه السحاب. اول ما بيشوف قوي بورتو وساردا وميتسكي بيسالهم عن خلايا هشرامه، ولكن بورتو بيقول له ان هم ما يعرفوش اي حاجه عن خلايا هشرامه وانها مش معاهم، ولكن اومي ما بيصدقش بورتو وبيكون على وشك انه يهاجمه، لكن بيجي كنعمارو ومغينو واللي اول ما بيشوفهم اومي بيعرفهم، وبيشرح كنعمارو لاومي على كل اللي حصل، فبيقول اومي ان هو اسف لان هو حاول انه يهاجمهم، بيسال كنعمارو اومي هو ايه جابوا هنا، فبيقول له ان هو جاي هنا عشان يدور على خلايا هشرامه، وبيقول له ان هم سمعوا ان في صفقه هتتم على خلايا هشرامه عشان كده جيهم هنا عشان ياخدوها قبل ما تتم الصفقه ديت، فبيقترح كنعمارو على اومي انهم يتحدوا بما ان هدفهم مشترك، وبيوافق اومي وبيبداوا ان هم يتحركوا، ويفضلوا كلهم ماشيين طريق طويل جدا لحد ما بيعترض طريقهم شخص غريب اللي بيقول لهم ان هو اخيرا قدر انه يلاقيهم وان هم يسلموه خلايا هشرامه وان هو مش هيأذيهم، بيسال بورتو الشخص الغريب هو مين وليه بيسعى على خلايا هشرامه، فبيقلع الشخص الغريب الرداء اللي كان لابسه وبيقول لبورتو والباقيين ان هو اسمه ديبا وان هم يسلموه خلايا هشرامه والا هتكون نهايتهم على ايديه، ولكن بورتو بيستهان بكلامه وبيقول له ان هو مش هيقدر انه يواجههم كلهم مره واحده، وبيستعد بورتو والباقيين عشان يواجهوا ديبا، ولكن اومي بيقول لكنعمارو انه ياخد الفريق بتاعه ويتحرك ورا الاشخاص اللي سرقوا خلايا هشرامه وان هو الفريق بتاعه يوقفوا الشخص دوت وهيجوا وراهم، يمشي كنعمارو مع الفريق بتاعه وبيقعد اومي مع الفريق بتاعه وبيبداوا انهم يهاجموا ديبا، وفي نفس الوقت بيكون الثلاث اشخاص اللي سرقوا خلايا هشرامه بيحسوا ان كنعمارو والباقيين بيقربوا منهم، وبيقولوا ان هم لازم يرجعوا خلايا هشرامه لارض السديم وينقذوا الارض بتاعتهم، وبيقول واحد منهم اسمه يوغو ان هم يتحركوا قدامه وان هو هيجوا وراهم بعد ما يوقف شنوبي قريه الورق، بيدي يوغو الاكراد بتاعته اللي كان لابسها في ودنه للشنوبي التانيين واللي بيتضح ان هم اخواته، وبيمشي الشنوبي التانيين وبيقعد يوغو عشان يستنى شنوبي قريه الورق وبيفضل يستنيهم لحد فعلا ما بيوصلوا، وبيعترض يوغو طريق كنعمارو والباقيين وبيقول لهم ان هو مش هيتقدموا اكتر من كده الا بعد ما يواجهوه، واول ما بيشوف بورتو يوغو بيقول ان هو دوت احد الاشخاص اللي سرقوا خلايا هشرامه، وبيقول يوغو لبورتو والباقيين ان هو مش هيسمح لهم ابدا انهم يلاحقوا اخواته وهيقتلهم هنا، وبيستخدم يوغو تقنيه محرمه وبيستدعي وحش على حساب حياته، وبيبدا الوحش انه يعمل حاجز حوالين المكان كله وبيحبس كنعمارو والباقيين جوه الحاجز دوت، وبيكونش قدامه غير بورتو والباقيين انهم يواجهوا الوحش دوت عشان يخرجوا من الحاجز، وبيبداوا ان هم يهاجموه، ولكن الوحش كان سريع جدا وقدروا ان يمسك بورتو وكان على وشك انه يمتص الشاكرا بتاعته، ولكن بيتدخل كنعمارو باستخدام الرسنجان وبيضرب الوحش في ايده وبيكسرها له وبيقدر انه ينقذ بورتو على اخر لحظه، وبيقول موغينو لكنعمارو ان هم لازم يتراجعوا دلوقتي لحد ما يفكروا في خطه يقدروا انهم يهزموا بيها الوحش دوت، كل ما بيتراجع كنعمارو والباقيين بيشوفوا ان الوحش مسك غزاله وامتص من الشاكرا بتاعتها وبدا انه يرجع جسمه لطبيعته، وبعد كده بيتراجعوا كلهم وبيفضلوا قاعدين يفكروا في خطه زي وقعوا بيها الوحش دوت، وبيقول كنعمارو ان الوحش دوت وحش قوي جدا لان تم استدعاءه من عالم اخر، وبيقول ان هو لاحظ العلامات اللي بيستخدمها يجو على ايديه واكتشف ان التقنيه اللي عملها دي تقنيه محرمه وان هو يستدعي وحش من عالم اخر على حساب حياته، انهم لازم يفكروا في خطه يقدروا يوقفوا بقى الوحش دوت عشان لو واجهوه بضربه مباشره هتكون نهايتهم على ايديه، وبيقول موغينو ان الحل الوحيد عشان ينجحوا في المهمه ديت ويرجعوا خلايا هشرامه انهم يتجنبوا الوحش ويحاولوا انهم يكسروا الحاجز ويهربوا منه، بيوافق كنعمارو الباقيين على خطه موغينو وبيروحوا كلهم عند الحاجز، وبيفحص موغينو الحاجز وبيقول ان هم ممكن يقدروا يكسروا الحاجز دوت ولكن محتاجين بعض الوقت عشان يقدروا انهم يكسروه، وبيقول كنعمارو لبورتو وميتسكي وساردا انهم يحموا ظهرهم عقبال ما هو وموغينو يحاولوا انهم يكسروا الحاجز، بيبدا كنعمارو وموغينو انهم يستخدموا تقنيه التحرير بتاعتهم عشان يقدروا انهم يحرروا الحاجز ويكسروه، وبيكون بورتو وميتسكي وساردا بيراقبوا المكان وبيحس ميتسكي ان الوحش بيقرب منهم، فبتقترح ساردا على بورتو وميتسكي انهم يحاولوا انهم يهاجموا الوحش ويعطلوه عقبال ما موغينو وكنعمارو يكسروا الحاجز، وبيوافق ميتسكي وبورتو على كلام ساردا وبيبداوا انهم يتحركوا ناحيه الوحش، بيحاولوا انهم يهاجموه ويعطلوه ولكن الوحش كان سريع جدا وبيقدر انه يتصدر ضرباتهم هم الثلاثه مره واحده، فبتقول ساردا ان مفيش حل دلوقتي غير انهم يستخدموا الخطه الثانيه ويهاجموا الوحش بدل ما يعطلوه، وبيعمل بورتو نسخ الظل وبيتحرك ناحيه الوحش وبيقدر انه يلهيه ويمسك ايديه عن طريق نسختين الظل بتوعه، وبيستخدم ميتسكي الافاعي بتاعته وبيقدر انه يثبت رجل الوحش، وبتتدخل ساردا بالقوه بتاعتها وبتضرب الوحش ضربه قويه جدا بتؤدي الى شرخ الجوهره اللي موجوده في قلبه، وبيقع الوحش على الارض وبيفتكر بورتو والباقيين ان هم قعدوا عليه، ولكن الوحش بيقوم مره ثانيه وبيستعد عشان يهاجم بورتو والباقيين، ولكن قبل ما بيهاجمهم بيلاحظ الوحش ان في شرخ بدا يحصل في الحاجز، فبيسيب الوحش بورتو وميتسكي وساردا وبيتوجه ناحيه كنعمارو ومغينو عشان يهاجمه ويمنحه من كسر الحاجز، ويجري بورتو وميتسكي وساردا ورا الوحش عشان يحاولوا ان هم يوقفوه، ولكن الوحش بيقدر انه يوصل لكنعمارو ومغينو وبيكون على وشك انه يهاجمهم ولكن بيقدروا انهم يتفادوه بعجوبه، يجي بورتو والباقيين وبيقول بورتو ان هم هيعطلوا الوحش لحد ما يحاولوا انهم يكسروا الحاجز مره ثانيه، لكن موغينو بيقول ان الخطه اتغيرت وان هم لازم يوقفوا الوحش الاول وبعد كده يكسروا الحاجز، وبيقول موغينو لميتسكي وساردا ان هم يدعموه عشان يوقفوا الوحش مكانه، وان كنعمارو وبورتو يحاولوا
بيحاولوا انهم ينشئوا الراسنجان لحد ما هم يثبتوا الوحش ويسيبوا بقى الوحش اول ما يتم تثبيته. بيتحرك من غيره مع ميتسكي وساردا وبتستخدم ساردا اسلوب البر وبتحاول انها تهاجم بيه الوحش، ولكن الوحش بيقدر انه يتفاداه وبيكون على وشك انه يهاجمها، ولكن بيتدخل من غيره وبيمسك الوحش على اخر لحظه وبيقدر من غيره انه يقيد الوحش، ولكن الوحش بيبدا انه يسحب الشاكرا بتاعته منه. ولكن قبل ما بيسحب الوحش اتشكرت مغينو كلها بيتدخل كينهامارو وبورتو باستخدام الراسنجان وبيسيبوا الوحش في الجوهره بتاعته وبيكسرها له، واول ما بتتكسر الجوهره بيختفي الوحش وبيتلاشى الحاجز نهائيا وبيغمى بعد كده على مغينو بسبب الشاكرا الكتير اللي اتسحبت منه. ومن الناحيه الثانيه بنشوف ان اومي والشنوبي اللي معاه في حاله صعبه جدا بسبب قوه ديبا، وبيمسك ديبا اومي وبيقول له ان هو لو ما قالوش على مكان خلايا هاشيراما هيقتله دلوقتي، وبيقول اومي لديبا ان هو مش هيقول له على اي حاجه حتى لو كلفه الامر حياته. فبيتضايق ديبا وبيكون على وشك انه يقتل اومي، ولكن بيوقفوه الشنوبي التانيين اللي مع اومي وبيقولوا له ان هم هيقولوا له على كل حاجه يعرفوها عن خلايا هاشيراما، ولكن ما يقتلوش المعلم بتاعهم اومي. فبيسيب ديبا اومي وبيقول لهم ان هم يقولوا له على كل حاجه، وبيقول شنوبي قريه الغيوم لديبا ان خلايا هاشيراما موجوده مع شنوبي من ارض السديم. فبيقول ديبا لشنوبي قريه الغيوم ان هو كان شاكك في حاجه زي كده. بيقتل ديبا شنوبي قريه الغيوم وما بيسيبش بس غير اومي هو اللي عايش، وبيقول ان هو بيكره الاشخاص اللي بيقولوا على الاسرار بتاعت المهمه بتاعتهم. وبيمشي ديبا عشان يراعي شنوبي قريه السديم بعد ما ساب اومي في حاله حرجه وقتل الشنوبي اللي كانوا معاه. وفي نفس الوقت بيكون مغينو فاهم من الاغماء اللي هو فيه وبيستعد هو وكينهامارو الفريق السابع وبيبداوا انهم يتحركوا عشان يوصلوا لشنوبي ارض السديم. بيكون الاثنين اللي باقيين من شنوبي ارض السديم عمالين يتحركوا عشان يوصلوا ارض السديم قبل ما تشرق الشمس، لكن بيحس واحد منهم اسمه اساكا ان شنوبي قريه الورق بيلحقوهم. فبيقول الشنوبي الثاني ولا بيتضح ان اسمه هيروغو ان دلوقتي جه دوره، وبيمشي اساكا وبيقعد هيروغو عشان يعطل شنوبي قريه الورق. بيوصل كينهامارو والباقيين وبيلاقوا ان اساكا وهيروغو قاعدين بيتكلموا، فبيحاولوا انهم يهجموا عليهم ولكن بيتضح انهم نسخ مائيه. بيظهر هيروغو وبيقول لكينهامارو والباقيين ان هم وقعوا في الفخ بتاعه. بيستخدم هيروغو تقنيه محرمه وبيبدا ان هو يسحبهم عن طريق الطين اللازق تحت الارض. بيقول هيروغو ان التقنيه ديت هتفضل تسحبكم لحد ما ترسلكم لعالم الاموات. فبيتعصب بورتو وبيحاول انه يستخدم الراسنجان ويضربوا بيها، ولكن ساردا بتمنعه. بتقول ساردا انها لاحظت ان هيروغو بيتسحب اسرع للطين وان هو لو قرب منه هيتسحب اسرع زيه. استنتج مغينو من كلام ساردا ان هيروغو هو كمان بيتسحب معاهم للطين وانه كده هيتسحب اسرع منهم، وبما انه بيتسحب اسرع منهم فالتقنيه هتتفك وهيقدروا انهم يتحرروا. فبيتعصب هيروغو بيقول ان هم كشفوا السر بتاعه وان هو دوت العيب الوحيد في تقنيته. فبيتعصب بورتو وبيسال هيروغو وبيقول هو ليه هيقتل نفسه مقابل بس ان هو يعطلهم. فبيقول هيروغو لبورتو ان هو يعطلهم على قد ما يقدر عشان ما يخليهمش يلحقوا باخوه اساكا وياخدوا منه خلايا هاشيراما، وان هو يعمل المستحيل عشان يوصل اخوه لارض السديم وهيضحي بنفسه زي ما ضحى اخوه من الاول بنفسه وفتح لهم بوابه لقصر ساكويا. فبيقول بورتو لهيروغو ان اللي بيعمله غلط وان ارض السديم بتخدعهم وان هو مش هيسمح له انه يموت. وبيفضل بورتو يقرب من هيروغو عشان يجبره انه يلغي التقنيه وما يموتش نفسه. اثناء ما بورتو بيحاول انه يمنع هيروغو بيجي اومي اللي قدر ان هو يتتبعهم، وبيقول اومي لكينهامارو كل الموجودين على اللي حصل معاه وان دي بقتل التابعين بتوعه، ان هو بيلحق دلوقتي بشنوبي ارض السديم لان عارف ان خلايا هاشيراما معاهم. واول ما بيسمع هيروغو ان اخوه اسكا هيكون في خطر بسبب ديبا بيقرر انه يفك التقنيه عشان يلحق اخوه. بيفك فعلا هيروغو التقنيه وبيطلعوا كلهم من المستنقع. بيقول هيروغو ان هو مش بيتعامل معاهم انما هو فك التقنيه عشان اخوه. وبيمشي هيروغو وبيمشي وراه بورتو وميتسكي وساردا، وبيسيب كينهامارو ومغينو اومي لان هو متصاب اصابات خطيره، وبيمشي ورا بورتو والباقيين. بيفضلوا كلهم يتحركوا عشان يوصلوا لاسكا، وفعلا بيقدروا ان هم يوصلوا له. اول ما بيشوف اسكا هيروغو بيحاولوا ان يهاجموا لان هو بيبقى فاكر ان هو شنوبي من قاره الورق ومتحول لشكل هيروغو، ولكن بورتو بيوقفه بيقول ان دوت اخوك هيروغو وان هو مش شنوبي من قاره الورق. وبيسال اسكا هيروغو هو ليه بيحاول ان يساعد شنوبي قاره الورق. فبيقول هيروغو ان هو مش بيساعدهم انما بس هم اتحدوا عشان فيه عدو مشترك بيجروا وراهم، وان العدو دوت عايز خلايا هاشيراما وانه اكيد هيحاولوا يهاجمهم في اي وقت دلوقتي. بيقول هيروغو لبورتو والباقيين ان هو ادرك ان خلايا هاشيراما خطيره وان هم هيتحدوا عشان يوقفوا العدو دوت، وبعد كده يفكروا يعملوا ايه في خلايا هاشيراما. وقبل ما بيكمل هيروغو كلامه بيتم هجمته هو واسكا عن طريق كور حديديه، وبيقع هيروغو واسكا على الارض وبيكون مش قادرين يتحركوا. وبيظهر ديبا وبيقول ان هو اخيرا قدروا يلاقي الاشخاص اللي معاهم خلايا هاشيراما. وبيتعصب بورتو لان ديبا هاجم هيروغو واسكا وبيحاولوا ان هو يهاجمه باستخدام الكوناي، ولكن الكوناي ما بيتاثرش في ديبا وما بيحصلوش اي حاجه. وبيستغرب بورتو والباقيين لان جسم ديبا ما بيتخدش باي خدش حتى بعد الهجمه المباشره. ويقول ديبا ان محدش يقدر يسيبه باي خدش ولا يقدر انه يهاجمه بسبب دفاعه القوي، ان هو يمتلك دفاع قوي جدا من كرات الكربون ومحدش يقدر انه يسيبه باي خدش. فبيحاول كينهامارو انه يستخدم عنصر النار ويحرق الاجزاء اللي في جسم ديبا اللي مش متغطيه بالكربون، ولكن ديبا بيغطي جسمه كله بالكربون. وبيخرج ديبا من وسط النار وبيقول لهم ان هو قال لهم ان مفيش اي حاجه تقدر انها تسيبه باي اذى. بيظهر في الوقت دوت فيكتور مؤسس الشركه بتاعت المعدات الطبيه اللي بيفضل يتكلم مع ديبا وبيقول له ان هو غبي لان هو حاول ان يجي هنا وحده وياخد الخلايا لوحده. بيتضح من كلام فيكتور وديبا مع بعض انهم يعرفوا بعضيهم، وبيبقى بورتو والباقيين مش فاهمين اي حاجه وليه فيكتور بيحاول انه يسعى ورا خلايا هاشيراما وبيساعد ديبا. وبيطلب فيكتور من كينهامارو انهم يسلموا له خلايا هاشيراما من غير ما يعملوا اي قتال لان هم اللي هيكونوا خسرانين في النهايه، ولكن كينهامارو بيرفض وبيقول ان هم مش هيسلموه خلايا هاشيراما لان مهمتهم انهم يرجعوا للقريه. بيقول فيكتور لكينهامارو ان هو اللي اختار الموت. استخدم فيكتور اسلوب
الرايح على ميغينو وكونهامارو وبيطيرهم بعيد، وبيقول فيكتور لديبا ان هو يتولى امر ميغينو وكونهامارو وان هو يتولى امر بورتو وميتسكو وسارادا، وبيمشي فيكتور وبيقعد ديبا عشان يواجه الفريق السابع. وفي نفس الوقت بيكون ميغينو نزل في مكان غريب بعد ما استخدم فيكتور عليه اسلوب الرياح، وبيجي فيكتور وبيبدا انه يهاجم ميغينو وبيكون فيكتور سريع جدا، وبيجي في الوقت دوت كونهامارو بيحاولوا يستخدم اسلوب النار على فيكتور، ولكن فيكتور بيستخدم اسلوب البر وبيضرب بيه كونهامارو وميغينو بيوقعهم على الارض، وبيظهر ايدين اضافيين لفيكتور وبيقول فيكتور لكونهامارو وميغينو انهم ما يستقلوش بيه لان هو اقوى منهم بكتير. في نفس الوقت بيكون بورتو وميتسكو سارادا في حاله صعبه جدا بسبب استخدام ديبا لكور الكربون بتاعته، وبيحاول ميتسكو انه يقيد ديبا باستخدام الافاعي بتاعته، ولكن ديبا بيضربه بكور الكربون لحد ما بيجرحه وبيوقعه على الارض، فبيتضايق بورتو وبيستخدم احد نسخ الظل اللي بتقدر انها ترفعه لفوق، وبيستخدم بورتو الراسنجان وبيحاول انه يهاجم ديبا، لكن الراسنجان ما بتاثرش في ديبا، وبيقول ديبا لبورتو ان هو قال له ان الدفاع بتاعه قوي جدا، فبيتضايق بورتو بيقول لسارادا ان مفيش حل يهزمه بديبا غير باستخدام الراسنجان، لكن المره دي هيجمع كل الشكرا بتاعته عشان يعملها وهيسيب بيها ديبا في ضربه مباشره. بتقول سارادا لبورتو ان الشكرا بتاعتها قربت تخلص وان ديت اخر فرصه ليهم، وبيجي ميتسكي هو كمان وبيقول ان هو هيساعدهم في الخطه بتاعتهم، وبيبدا بورتو وميتسكي وسارادا انهم يستخدموا الخطه الاخيره، وبيتحرك ميتسكي ناحيه ديبا وبيحاولوا ان يهاجموا باستخدام الافاعي بتاعته، ولكن ديبا بيقدر انه يتفادى كل الافاعي ويهاجم ميتسكي باستخدام كور الكربون، وبيقع ميتسكي على الارض وبيحاول ديبا انه يهاجم سارادا باستخدام كور الكربون، تفضل سارادا تتفادى في الكور باستخدام الشرنجان لحد ما الشكرا بتاعتها بتخلص والشرنجان بتختفي، بيضربها ديبا وبيطيرها بعيد، ولكن بيظهر من وراها بورتو اللي بيكون مستخدم الراسنجان اللي جمع فيها كل الشاكرا، وبيضرب بورتو الراسنجان في ديبا وبيفضل ديبا يصرخ من قوه الراسنجان والاصابه، ولكن بعدها بشويه بيوقع في ديبا صراخ وبيقول لبورتو ان هو كان بيهزر وان هو ما يفتكرش ان حاجه زي كده هتاثر فيه، وبيخاف بورتو جدا لان ديبا ما تاثرش بالراسنجان بتاعته، وبيستخدم ديبا اصبعه وبيضرب بيه بورتو وبيطيره بعيد، وبيفوق اسكا في الوقت دوت وبيلاقي ان اخوه ريغو مات بسبب الهجوم اللي هاجمه بيه ديبا، وبيتضايق اسكا جدا لان اخوه ريغو مات ولان بورتو وميتسكو وسارادا تمت هزيمتهم، بيقرب ديبا من بورتو وبيكون على وشك انه يقتله، ولكن اسكا بيقوم وبيقول لديبا ان هو ما يقتلهوش وان هو ياخد خلايا هشرمه اللي هو عايزها، ولكن ما يقتلش اي حد، بيسيب ديبا بورتو بيقرب من اسكا عشان ياخد الخلايا، ولكن اسكا بيمسك ايديه وبيستخدم التقنيه المحظوره بتاعته اللي بتكون عباره عن تقنيه بتنقله وبتنقل الشخص اللي معاه لعالم الاموات، وبيعمل اسكا التقنيه وبيحصل انفجار كبير، ولكن بيخرج ديبا من وسط الانفجار من غير ما يحصل له اي حاجه ومعاه خلايا هشرمه، وبيحاول ديبا انه يضرب بورتو، ولكن بيلاقي ان بورتو فجاه اختفى من تحت ايديه، وبيظهر ميتسكو وفي نهايه نسك الافاعي وبيقول لديبا ان هو ما يقربش من اصدقائه، وبيتضايق ديبا لان ميتسك لسه بيقاوم وبيحاول ان هو يهاجمه، وبيقول ميتسك لديبا ان ابوه منعه انه يستخدم القوه ديت ولكنهم في حاله طارئه، وبيدخل ميتسك في الهيئه الاولى من نسك الافاعي وبيهاجم ديبا باستخدام الافاعي البراقه، وبياخد ميتسك بورتو سارادا وبيتحرك قبل ما ديبا يحاول انه يوقفهم، وفي نفس الوقت بيكون كونهامارو ومغينو في حاله صعبه بسبب قوه فيكتور، وبيقول فيكتور لكونهامارو ومغينو ان هو ضيع وقت كتير معاهم وبيمشي وبيسيبهم، وفي نفس الوقت بيكون ميتسك واخد بورتو وسارادا وفضل طاير بيهم لحد ما وصلوا قدام العياده بتاعت يوبينا ووقعوا كلهم، وبتطلع يوبينا على صوت الانفجار فبتلاقي ان دولت ميتسك وسارادا وبورتو، وبياخد كونهامارو ومغينو بورتو وسارادا وبيرجعهم للقريه عشان يتلاقوا العلاج، وبتستقبلهم ساكورا بالفريق الطبي وبتقول لهم انها تتولى الامر من هنا، بتدخل ساكورا بورتو وسارادا جوه وبتبدا هي وشوزين انها تعالج لهم كل الجروح اللي عندهم، وبيجي في الوقت دوت ناروتو وهوماوري وهينات عشان يطمنوا على بورتو، وبيعتذر كونهامارو من ناروتو لان هو ما قدرش انه يحمي الفريق بتاعه، ولكن ناروتو بيقول انه ما يعتذرش وان الشنوبي لازم يتعرض للخطر في المهام بتاعته، وبيسال ناروتو كونهامارو عن ميتسكي فبيقول له كونهامارو ان هم سلموه لاراتشيمارو عشان يتولى امره، بيكون فعلا ميتسكي في المختبر بتاع اراتشيمارو وبيقول اراتشيمارو المساعد بتاعه ان ميتسكي حالته حرجه جدا لان القوه اللي استخدمها قوه كبيره جدا وما كانش ينفع ان هو يستخدمها لان جسمه كله اتدمر من جوه بسببها، ومن الناحيه الثانيه بيجتمع ناروتو بكونهامارو وساي وشيكامارو وساسكي عشان يتشاوروا في امر اللي حصل مع كونهامارو، بيقول ناروتو ان هم لازم يعرفوا هم ليه بيسعوا على خلايا هشرامه وليه عايزينها، وبيقول ساسكي ان ممكن يكون الامر ليه علاقه بمنظمه الكارا، وبيقول ناروتو لشيكامارو ان مهمته ان هو يتواصل مع ارض الواديين ويحاول انه يعرف اي معلومات عن الشركه اللي فتحها فيكتور هناك، وان هو عايز تصريح من ارض الواديين ان هو يتدخل في الشركه بتاعت فيكتور، وبيقول شيكامارو ان الامر صعب جدا ولكنه هيحاول، ومن الناحيه الثانيه بنشوف ان بورتو فاق من الاغماء اللي هو فيه بعد ما تمت شفايه كل جروحه، وبتاخد شوزيني بورتو وبتنقله الاوضه الثانيه عشان تعمل له فحص، وبيقابل بورتو هناك سارادا، وبيقول بورتو لسارادا ان الخطه بتاعته فشلت وان هو ما قدرش انه يسيب ديبا باستخدام الراسنجان بتاعته، وان الراسنجان بتاعته كانت ضعيفه وان هو ما توقعش ان اقوى تقنيه عنده تبقى بالضعف دوت، فبتبدا سارادا انها تعيط وتقول ان حتى الشرنجان بتاعتها ما قدرتش انها تعمل اي حاجه، وان هي عرفت ان ميتسك هو اللي انقذهم ولكن تسبب بكده ان هو بقى في حاله حرجه جدا، وبيفضل بورتو وسارادا يلوموا نفسهم لانهم كانوا ضعفاء جدا وما قدروش انهم يساعدوا ميتسكي، وبتمر 3 ايام وبيروح شيكامارو المكتب بتاع كونهامارو وبيقولوا انهم اخيرا قدروا انهم يتواصلوا مع ارض الوديين، وان المهمه الجايه بتاعته هو ومغينو انهم يراقبوا شركه الادوات الطبيه بتاعت فيكتور ويعرفوا هو واخد خلايا هشرمه ليه، وبيفرح كونهامارو جدا لان بقى عنده فرصه انه ينتمي لتلاميذه، وعند الفجر بيستعد كونهامارو ومغينو عشان يمشوا من القريه ويبداوا المهمه بتاعتهم، لكن قبل ما بيتحركوا بيجي بورتو وسارادا بيوقفوهم، بيسال بورتو وسارادا كونهامارو هو رايح فين، فبيقول لهم كونهامارو
ان هو رايح في مهمه تحقيق عن شركه فيكتور وان هو مش هينفع انه ياخدهم معاه لان هم لسه عندهم اصابات. وبيقول بورتو وسردر كان امر ان هم مش جايين عشان يمشوا معاه ان هم جايين عشان يودعوه ان هم مش هيمشوا معاه الا لما يضربوا يبقوا اقوى ويبقوا احسن شنوبي يشوفهم في حياته. هو بيفرح كان امر وبيقول لبورتو وسردر ان هو مؤمن بيهم وبيمشي بعد كده كان امر ومغينو عشان يبداوا المهمه بتاعتهم. بيقعد بورتو وسردر وبيتوعدهم الاثنين انهم هيتدربوا يبقوا اقوى عشان المره الجايه يحموا ميتسكي وينتقموا من ديبا بسبب اللي عمله في الفريق السابع. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا بقية حكاية بورتو وزوماكي.